بھائی خاموش ہو ان کی طبیعت پہ اثر ہو جاتے ہیں خاموش کچھ لوگ صرف شرارت کے لیے آئے وہ اپنا کر رہے ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آواز ٹھیک ہے لوٹری والے عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر
جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي أو الذين آمنوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا كفروا امرأة نوح
فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران
بكلمات ربها وكتبه. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم بنت عمران التي فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق بسم الله الرحمن الرحيم. بريح صرصر
صنعاتي. فهل ترى لهم من باقية؟ فهل ترى لهم من باقية؟ فهل ترى لهم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال
وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه وَمَا قَلَى وَلَى الْآخِرَةُ
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. جزاكم الله ببركة الله تبارك وتعالى. ربنا ادك نعمة خالصة. الله يخليك. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أن أشرح لك صدرك. واحد وخمسين النهارده سبحان الله ما شاء الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر
العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا عالم شریف تین دفعہ قلوب اللہ شریف پڑھے تاکہ اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ادا کریں.